مرحبا، اليوم هيك حبيت أحكي شوي تاريخ، تاريخ من النضال في سبيل الثروة السمكية بلبنان، لأنه في بعض الأشخاص هالفترة عمدوا على نشر هيك ستاتس أو مقالة بتقول إنه هن السباقين بموضوع الدفاع عن البيئة وعن البحر وعن الثروة السمكية، وكل الناس اللي اجوا من بعدهم عم بينقلوا عنهم وعم بياخدوا افكارهم كوبي بيست وما الى هنالك. بس بالزمانات بحب لكم انه كان في ناس عم تشتغل وسبقتكم بسنين وسنين وسنين. من زمان ما كان في فيسبوك، كان في MSN وهوت ميل وياهو، كنا نحن جماعة الفري دايفرز بلبنان، مش ضروري سميهم لأنه كانوا كتار وفي أسامي أكيد مبينة هون بالسكرين عنا، كانوا يتشاركوا خبراتهم وأفكارهم والكاتشز تبعهم، القصص اللي قوصوها يعني وأخدوها على هيدا الياهو جروب. كمان بنفس الوقت بلشنا نحنا من وقتها نحس بالقصص المش قانونية بأنواع السمك اللي عم تتاخد، انه لازم يكون في احجام معينة، وبالصيد الجائر اللي كان عم بيصير. فهيك هون بنشوف انه بال2008 في حديث صاير بيني وبين مارك وبين ديا بهود الإيميلات عن موضوع المصالح وعن الصيد العشوائي وصيد البذرة بالطريقة الغلط، يعني القرقاري وما إلى هنالك. هتا فرجيكم هيك لمحة، هون حطيت كفى ستوب، ما بعرف إذا أنا أخذها من جمعية كفى وقتها أو هن سبقتهم على الفكرة، بس إنه anyway منشوف هون بالإيميل عم بحكي عن المصالح. أوكي، عم بقول إنه هن illegal nets وفيكن تعملوا سكرين شوت وتقروها. بالنهاية كل الدوكيمنتس عندي وفيني فرجيكم الحديث كمان اللي صار وقتها عن احجام لازم تكون فيها لقص بس نقوصهم. كنا عم نقول انه ما لازم نقوص كمان لقص صغير، يعني من 2008 عم نحكي بمواضيع حماية البيئة وكيف انا نشتغل. ومن وقتها الشباب كلها كانت فوكست على هيدي المواضيع وكل واحد عنده رأي أكيد، ورجعنا وقتها اصطدمنا بحائط منع الصيد بالبارودة على النفس. كان في نضال كبير وقتها، كل الشباب وقتها مشكورين عملوا عريضة وطلعوا عند الوزير وطالبوا بإعادة هيدي الرياضة العريقة اللي هي من أقدم أنواع صيد السمك بلبنان وبالعالم. يعني يمكن أول مرة تصيد إنسان تصيدها بحربة للسمكة. فكنا عم نشرح لهم وقتها أنه هيدا الصيد ما بيؤدي إلى إراديكيشن يعني أو قضاء على الثروة السمكية، بالعكس لأنه نحن كتير سيلكتيف ومنلقى السمكة الكبيرة والسمك الصغير كله ما مندق فيه، وما في باي كاتش يعني ما منصطاد السمك بالطريقة بغلط، بالغلط تطلع معنا سمكة، لأنه بالشبك في كتير سمك بيبقى بالغلط طالع ما إله طعمة بيرجع بينكب هو ميت. على كل حال الكونكلوجن طبعا الموضوع إنه مش مين ما سبق، مش قصة سبق، هي البحر بده كل الشعب اللبناني
يكون متضامن ويشتغل على القانون ويحمي هيدي الثروة المسلمات إذا ما نخبرها، إذا ما نحكي عنها بهالطريقة، سوري، المسلمات اللي نعطيت من أجدادنا، ونحافظ على الثروة السمكية للأجيال المقبلة. حاجتنا بقى كب زبالة وتفليت مجارير وردم بحر وشبك غير شرعي وديناميت وكمبرسر وأناني القانون واضح وصريح، كل هودي ممنوعين. مشو يا جماعة القانون، سمكة صغيرة ما تتصيدوها، وعلى الأكيد على الأكيد رح ترجع رزق على البحر. ويعطيكم العافية، ودايف سيف.